الأخبار الوطن وفي الشأن السياسي، كثر الحديث في هذه المرحلة الأخيرة عن التعديل الحكومي. متتبعون يرتقبون أن تكون الحكومة المقبلة حكومة سياسية. المزيد في تقرير سيد أحمد هديبل. بعد أن تداولت معلومات في الساحة السياسية عن تعديل حكومي مرتقب، كشف سعيداني أن التعديل سيكون في غضون الأسبوع المقبل، ويرتقب متتبعون أن تكون الحكومة المقبلة حكومة سياسية تتضمن وجوها من تيارات مختلفة. إن شاء الله يكون قريب. يكون إعلام عن وجود تعديل حكومي تم من طرف رئيس الحزب الحاكم اللي هو عمار سعداني، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن صفة التكنوقراطية قد تكون غائبة عن الحكومة القادمة، بالنظر إلى تصريحات سابقة للمعني الذي طالب باسترجاع حق حزبه في تولي كثير من المناصب السيادية. لكن كما ذكرت يعني أعتقد أن الحكومة لن تكون تكنوقراطية في نسختها القادمة. وفي نفس الوقت يطالب سياسيون بتغيير في طريقة التسيير وليس تغيير في المناصب فقط. فذهابه لا يغير شيئا إذا لم يحدث تغيير كامل. أما إذا السبب أن بعض الوزراء لم يؤدوا مهامهم على أحسن ما يرام، فأعتقد أن هذا مسألة ليس تعديل، هذا تغيير فقط في بعض المناصب. الحكومة القادمة تأتي في ظل أوضاع سياسية واقتصادية استثنائية، والامتحان الحقيقي وكيف يمكنها أن تتجاوز الذائقة المالية التي تعرفها الجزائر.